آمين. اتفضلوا استريحوا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة يوم الاثنين من الأسبوع الثاني من الصوم المقدس الأربعين الذي لمخلصنا الصالح. الصيام طبعا معروف عنه إن احنا بنبتدي فيه الجهاد الروحي، واحنا قلنا قبل كده ان من يوم الاثنين ليوم الجمعة ده جهادي انا، ويوم السبت والحد بنشوف قد ايه ربنا بيكافئني على هذا الجهاد. عشان كده نلاقي ان الاسبوع التاني بيتكلم عن ايه هو بقى طبيعة الجهاد الروحي اللي احنا هنخشه في الصيام. بولس الرسول كان بيتكلم مع عبرانيين في عبرانيين 12 آية 1 لغاية آية 3، بيقول لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا. نحاضر يعني إيه؟ يعني نركض بشدة، يعني نجري نجري، بس نجري إيه؟ يعني معنى كده إن فيه هنا واحد مستعد، بس هيكون في صبر في الجهاد اللي موضوع أمامنا، وناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. ويكمل ويقول كده فتفكروا في الذي احتمل من الخطاه مقاومه لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. لئلا تكلوا يعني الاحسن نكسل، الاحسن نيجي في الصيام كده ونكسل. علشان كده مقصود بيه ان احنا نجاهد باقصى ما عندنا من جهاد، جهاد ايه؟ روحي. وبيقول كده في كورنثوس الاولى 9:25 وكل من يجاهد يعمل ايه؟ يضبط نفسه في كل شيء، اما اولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى وأما نحن فإكليل لا يفنى. هو كان بيكلم في الحتة دي لما كان قال لهم إيه؟ أركضوا عشان تنالوا، اجروا عشان تنالوا، تاخدوا المكافأة. فعشان كده بيقول لهم إيه؟ كل واحد يجاهد جهاد إيه؟ يضبط فيه إيه؟ نفسه. وبيكلم تلميذه تيمساوس في تيمساوس الثانية 2 الصح الثاني من آية 3 لآية 5، بيقول له كده اشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. أليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده؟ وأيضا إن كان أحدا يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد إيه؟ قانونيا. عشان كده موضوع الصيام كله بيتكلم عن الجهاد الروحي. طب إيه هي بقى طبيعة الجهاد؟ الكنيسة جت في الأسبوع الثاني وابتدت تحدد بقى ايه كل يوم هنجاهد في ايه. يوم الاثنين هجاهد في الصلاة، يوم الثلاث هجاهد في الصدقة، يوم الاربع هجاهد ان انا اكون امين في هذا الجهاد، ما يكونش جهاد كده ايه في ميوعة، يبقى في امانة. ويوم الخميس الكنيسة عايزة تقول لنا ان احنا دستور جهادنا الروحي هو الايه؟ الانجيل، نقرأ في الكتاب المقدس، ويكون لك ليكن لك زي ما الأنبا أنطونيوس كده بيقول لتلاميذه ليكن لك شاهد في كل موقف منين؟ من الكتاب المقدس. ونيجي في يوم الجمعة ده الثبات في الجهاد، ويوم الجمعة الجاية إن شاء الله هيكون عيد الصليب. كل سنة وحضراتكم طيبين، فمش هنقرأ القرايات بتاعت يوم الجمعة، هنقرأ قرايات إيه؟ عيد الصليب، لأنه بيعامل معاملة الأعياد السيدية لإيه؟ الأعياد السيدية، فمش هيبقى في حتى كمان صيام انقطاعي، مع إن يوم الجمعة دون في القصة بتاعت في النبوات، هنسمع القصة بتاعت داوود وجلياط وإزاي إن داوود كان بيمثل السيد المسيح وجلياط كان بيمثل الشيطان. ويوم الخميس هيبقى فيه العشية بتاعت عيد الصليب. يوم السبت الكنيسة عايزة تكلمنا بقى إن أنت هتجاهد، يبقى لازم يكون في ضيقات، هيبقى في ضيقات في الحياة الإيه؟ في الجهاد الروحي بتاعك. ويوم الحد، الحد التاني هو احد ايه؟ هتبقى نصرة الجهاد، ربنا هيورينا ازاي لما تجاهد انا هقف جنبك وهننتصر. وهننتصر بايه؟ بالانجيل، هي بكلمة ربنا.
طيب النهارده الكنيسة عايزة تكلمنا على الجهاد في الصلاة، عشان كده وضعت لنا إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 18 من آية 1 لآية 8 اللي فيه مثل. هو مثل مين؟ مثل الأرملة وقاضي الظلم. وشفتوا في المثل واحنا وبنقراه ربنا بيقول لهم، شفتوا ازاي من اجل لجاجتها قام واداها اللي هي ايه؟ يعني من اجل لجاجتها، هو ما كان انسان مش بيخاف ربنا، ما كانش بيخاف حد، قال لك ان كنت انا لا اخاف الله، يعني واحد ظالم لدرجة انه ما عندوش مخافة ربنا وما بيهابش بشر، يعني مش بيخاف اي حد من البشر، ولكن لاجل ان هذه الارملة عندها لجاجة وبتتعبني انتقم لها لئلا تأتي اخيرا وتقمعني. فربنا عايز يقول ان المثل ده، اذا كان هذا القاضي الظالم نصف الارملة، فهل ربنا مش هينصف مختاريه مؤمنيه لما يقفوا قدامه ويصلوا ويطلبوا بلجاجة؟ هتلاقوا ان المثل ده هو مثلين عن الصلاة بلجاجة. الكنيسة يوم الجمعة اللي فاتت ادتنا مثل اسمه مثل الصديق نصف الليل، كان اصحاح رقم لوقا برضك لوقا 11 من 1 لغاية 13، ودون كنا بنتكلم فيه عن مراحم الاتكال على مراحم ربنا بالصلاة بلجاجة. والمثل الثاني بتاع النهاردة برضك الصلاة بإيه؟ بلجاجة. والمثلين دول ما اتذكروش في أي إنجيل غير في إنجيل إيه؟ لوقا، اللي هو مثل قاضي الظلم بتاع النهارده، والمثل التاني بتاع الصديق نصف الليل. علشان كده احنا النهارده لو بصينا على النبوات هنلاقي فيه نبوتين. النبوة الأولانية كانت خروج 3، كانت بتتكلم عن استجابة الله لصلوات خائفيه، يعني لما احنا نصلي لربنا ربنا هيستجيب. وده اللي حصل مع مين؟ مع موسى. ربنا كلم موسى من وسط العليقة وقال له اني انا رأيت المذلة بتاعت الشعب وشفت صراخهم وسمعت ايه الصراخ بتاعهم. صراخهم يعني ايه؟ صلواتهم، بس صلواتهم مش كما لقوم من عادة، مش واحد واقف عمال يتمتم قدام ربنا مش فاهم الكلام اللي بيقوله، لا دول بيصرخوا من اجل الايه؟ المسخرين بتاعهم، من اجل اوجاعهم، عشان كده فنزلت لانقذهم، نزلت عشان أنقذهم. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون، وفرعون كان رمز للشيطان، وكان موسى كان رمز للسيد المسيح اللي السيد المسيح نزل لنا وخلصنا على عود الصليب، وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. الحادثة دي بتشير إلى إيه بقى؟ بتشير إلى إن إحنا المؤمنين عملنا خطايا كتير فبقينا مستعبدين للشيطان وللخطية، بس لما نيجي نرجع ونتوب ونقدم صلاة بصراخ لربنا عشان ينقذنا، ربنا هيستجيب وهيرسل ابنه علشان ايه؟ يخلصنا. وقلنا ان موسى كان رمز لمين؟ للسيد المسيح. يبقى انا عليا دور ان انا ايه؟ اصلي واصلي واصرخ في الصلاة واطلب مراحم ربنا واقول له ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. النبوة التانية كانت من اشعياء، أشعية 4، وكان بيتكلم فيها ربنا عن مين؟ عن شعب وبني إسرائيل، بس شعب بني إسرائيل برضو كان أشرار، وهنا ربنا ما بيسمعش للأشرار، يعني الصلاة ممكن تكون صلاة إيه؟ مرفوضة لو كان الإنسان بيقدمها وهو شرير. علشان كده نلاقي إن هو بيتكلم بيقول شعبي دول كان عبارة عن كرمة، ماذا يصنع لكرمي؟ هو طلب ان هو يصنع عنبا، للأسف صنع عنبا ايه؟ رديئا. وهنا ربنا بيقول فالآن اعرفكم ماذا اصنع بأبكرمي، هبتدي ان انا انزع عنه السياج فيصير للرعي، واهدم الجدران ويصير للدوس، ويكون بعد الشر علينا جميعا، يكون خراب لمين؟ للإنسان اللي بيصنع إيه؟ بيصنع هذا الشرور. فيعتبر هنا دون تحذير لينا إن إحنا نصلي بلجاجة ونطلب مراحم إيه؟ مراحم ربنا. يبقى إذن المطلوب مني النهاردة إن أنا أركز في الصلاة
الصلاة تكون صلاة بإيه؟ بلجاجة، وإن إحنا نجاهد في هذه الأيام إن إحنا نصلي لربنا من عمق القلب ونقول له ارحمنا يا الله مخلصنا، ولربنا المجد الدائم أبديا آمين. إيه